بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنشرح درس رقم 33 رياضيات للصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول. وإن ما كنتش اشتركت في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، وما تنساش تشترك في صفحتنا على الفيسبوك الصف الثالث الابتدائي مع التأسيس السليم. طبعا انا اتاخرت عليكم شويه في الشرح، ولكن ان شاء الله هنكمل مع بعض ونستمر، كان عندي بعض الظروف. وطبعا نزل منهج اللغه العربيه الترم الثاني، ومنهج الرياضيات ايضا نزل، ولكن ننتظر دليل المعلم. لو عايزين اكمل شرح رياضيات الترم الاول اكتب لي في التعليق، ولو عايزين ابدا شرح اللغه العربيه الترم الثاني او رياضيات برضو اكتب لي في التعليق. درس 33 في كتاب التلميذ فقره اربط، كتاب التلميذ صفحه 81. هتلاقي عندك هذه أشكال شبه منحرف وهذه ليست أشكال شبه منحرف. طبعا شبه المنحرف عبارة عن شكل رباعي، عبارة عن إيه؟ شكل رباعي به ضلعان متوازيان، يعني الضلع اللي فوق متقابل ومتوازي مع الضلع اللي تحت، ضلعان فقط متوازيان. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الضلعان التانيين غير متوازيان. وهنعرف ازاي؟ الضلع المتوازي لا يمكن ان يتقاطع مع الضلع الاخر المتوازي معه، لا يمكن ان يتقاطع زي ما احنا خدناه في الدرس اللي قبل كده. اما الضلعان الاخران غير متوازيان، لو كملنا هذا الخط وهذا الخط هنلاقيهم اتقاطعوا في هذه النقطة. اذا به ضلعان فقط متوازيان وضلعان غير متوازيان، وبقية اشكال شبه المنحرف كذلك. يعني هذا الضلع متوازي مع هذا الضلع، وهذا الضلع متوازي مع هذا الضلع، وأيضا في هذا الشكل الأخير هذا الضلع متوازي مع هذا الضلع. إذن شبه المنحرف شكل رباعي به ضلعان متقابلان ومتوازيان، به ضلعان متقابلان ومتوازيان وضلعان غير متوازيان. وعرفنا ليه غير متوازيان؟ لأنهم يتقاطعا في نقطة، إذا مدنا الخط أو إذا كملنا الخط هيتقاطعوا في نقطة. أما المربع والمستطيل فكل ضلعين متقابلين متوازيان، يعني الضلع اللي فوق متوازي ومتقابل مع الضلع اللي تحت، والضلع اللي هنا متقابل ومتوازي مع هذا الضلع. اذا المربع والمستطيل يختلف عن شبه المنحرف. طب الارشادات عايز ايه؟ اكتب تعريفا لشبه المنحرف باسلوبك وقارن تعريفك مع تعريف زميلك. يلا ابطال كل واحد يكتب تعريف. يا ترى ممكن نكتب ايه؟ احنا قلنا ان هو شكل رباعي وكمان فيه ضلعين فقط متقابلان ومتوازيان وضلعان اخران غير متقابلان. ممكن نكتب شبه المنحرف هو شكل رباعي به ضلعين فقط متوازيين ومتقابلين. هنبص في كتاب التلميذ صفحة 83. الارشادات: اقطع هذه الصفحة وقص الاشكال الرباعية اللي تستخدمها في انشاء صورة الاشكال الرباعية. صفحة 83 في كتاب التلميذ هتلاقي فيها 9 اشكال، وكمان 9 اشكال اخرى في صفحة 85. التلميذ هيعمل ايه؟ هيقص هذه الاشكال ويلونها ويلصقها على ورق مقوى، ثم يكون صورة، ممكن صورة انسان او صورة منزل او صورة سيارة، اي صورة ممكن يكونها من هذه الاشكال. تعال نشوف مع بعض الاشكال اللي معانا تتكون من ايه؟ من مستطيل ومربع ومعين وشبه منحرف ومتوازي اضلاع واشكال رباعية اخرى. المستطيل كام يا ابطال؟ 1 2 3 4 5، خمس مستطيلات، نكتب 5. كم مربع؟ مربع ادي 1 2 3، ثلاث مربعات. وكم معين؟ معين ادي 1 2 3، كم معين؟ 3. وشبه منحرف؟ شبه منحرف 1 2 3 4، شبه منحرف 4. متوازي اضلاع 1 فقط، وأشكال رباعية أخرى هتلاقي 1 2، كم شكل؟ 2. يبقى كده عندنا كم شكل يا أبطال؟ 18 شكل. هنكون صور من هذه الأشكال، ثم بعد ذلك هنكتب هذه البيانات في جدول ونمثلها بالتمثيل البياني بالأعمدة. ممكن نكون صورة من هذه الأشكال. طبعا أنا عندي 3 مربعات، ممكن أستخدم 1 أو 2 أو 3. مربع وده شبه منحرف وده شبه منحرف وده معين وده معين، ومستطيل ومستطيل على اليمين وعلى الشمال، ومربع آخر، ومستطيلان، وشبه منحرف في الأسفل وشبه منحرف.
كده كوننا شكل ايه يا ابطال؟ شكل انسان. شكل ايه؟ انسان. وممكن نكمل الشكل عشان نشوف كل الاشكال اللي معانا، متوازي اضلاع واشكال رباعية اخرى. هنعد الصورة، تكونت من 15 شكل، احنا كان عندنا 18 شكل، يتبقى عندي 3 اشكال اللي هو الشكل الرباعي والمعين والمربع. نكتب هذه البيانات في الجدول. المعين، كم معين استخدمتهم؟ طبعا المعين كانوا 3، استخدمت 2، 1 2، اكتب 2. المستطيل 1 2 3 4 5، 5 مستطيلات. متوازي الاضلاع، متوازي الاضلاع 1 فقط. شبه المنحرف 1 2 3 4، استخدمت 4. المربع 1 2، استخدمت 2. واشكال رباعية اخرى استخدمت 1 فقط. تمام، استخدمت 15 وتبقى عندي 3 اشكال. ممكن نكمل الشكل بتاعنا باشياء اخرى، يعني ممكن نرسم له عينين بهذا الشكل، هيكون شكل الانسان. في كتاب التلميذ صفحة 86 الارشادات، بعد ان تكتمل صورتك، بعد ما كملنا الصورة بتاعتنا، املأ التمثيل البياني بالاعمدة. طبعا التمثيل البياني بالاعمدة في كتاب التلميذ في صفحة 86 هتلاقي كم عمود، 1 2 3 4 5 اعمدة، وانا زودت عمود تاني عشان كلمة اخرى اللي هي الاشكال الرباعية الاخرى. هنجيب معنا الجدول اللي احنا كوننا منه الصور، ولكن قبل رسم الاعمدة، مخطط التمثيل بالاعمدة لازم يكون لي عنوان، ويكون لي محور افقي ومحور رأسي، والمحور الرأسي له اسم والمحور الافقي ايضا له اسم. يبقى كده عرفنا ان التمثيل البياني لازم يكون لي عنوان ومحور افقي ومحور رأسي واسم للمحور الافقي. العنوان اسمه التمثيل البياني للاشكال الرباعية، المحور الرأسي عدد الاشكال، ويشتمل العداد من 0 إلى 10. والمحور الأفقي اسمه أنواع الأشكال، وطبعا أنواع الأشكال المعين والمستطيل ومتوازي الأضلاع وشبه المنحرف والمربع وأخرى. المعين كام يا أبطال؟ 2، يبقى هطلع مربعين. مستطيل 5، يبقى هطلع 5. متوازي أضلاع 1، مربع 1 فقط. شبه منحرف 4، 1 2 3 4، هلول لحد 4. المربع 2، 1 2. الأشكال الرباعية الأخرى استخدمت 1 فقط. كده عملنا التمثيل البياني بالأعمدة. هنشوف في كتاب التلميذ صفحة 88 الإرشادات، تأمل ما تعلمته واكتب عبارتين عن البيانات في تمثيلك البياني بالأعمدة، ثم اكتب سؤالا واحدا يمكن الإجابة عنه باستخدام تمثيلك البياني. عشان نكتب عبارتين عن البيانات لازم يكون معانا التمثيل البياني بالأعمدة اللي احنا خدناه. وهنكتب العبارة الأولى، أكثر شكل رباعي استخدمته في الصورة هو المستطيل، لأنه كام؟ 5 مستطيلات استخدمناهم. وممكن نكتب كان عدد المربع يساوي عدد المعين في الاستخدام، المربع استخدمت 2 والمعين أيضا استخدمت 2. والسؤال هيكون ما إجمالي عدد الأشكال الرباعية المستخدمة في الصورة، أو ممكن ما أقل الأشكال الرباعية اللي احنا استخدمناها. ممكن التلميذ يختار اي سؤال. بكده ان شاء الله نكون قد انتهينا من درس 33، وانتظرونا ان شاء الله في الدروس القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.